السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معي في القناة وفيديو جديد. ان شاء الله تلقاكم هذا الفيديو كامل بخير وعلى خير يا رب. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو راح نشارك معكم كما شفتوا معايا في العنوان، راح نشوفوا مع بعض وصفة ديب دي فو يدوب في الفم بلا زيت وبالخميرة، وايضا راح نشارك معكم وصفة دي بوغس سالي بزيبينار، يعني ارزيمات مالحين بالسلق بعجينة قطنية رائعة. بما انه شفنا بزاف وصفات سكري ودار لهم اون فيرسيون سالي، مالا علاش لا نديرو حتى ارزيمة العروسة نديرو لهم اون فيرسيون سالي. درت لهم حشوة ديال لي زيبينا و لا فيون تاشي جاو روعة. اذا بلا ما نطول عليكم ندوزو نشوفو الوصفات مع بعضنا، واول وصفة راح نبداو بها هي وصفة ديال لي بتي فور، فخلينا نكتشفو المقادير مع بعض. إذن بالنسبة للمقادير ديال لي بتي فو، عندي هنا حوالي 500 غرام ديال الفرينة، عندي 250 غرام ديال الزبدة، عندي لافاني، عندي 50 غرام ديال لو سكر غلاس، 3 بيضات. بالنسبة للسكر غلاس تقدروا ديروا حتى 120 غرام، بصح انا درت برك 50 غرام، على بالكم انا دائما نحب نقص السكر. اذا بالنسبة لطريقة التحضير، اول حاجة راح نخلطوا هذيك الزبدة مع لو سكر غلاس. الزبدة تقدروا تعوضوها بيان سور بلا ماكارين، راح نخلطوهم مليح مليح حتى يمتزجوا لنا هاد العناصر ونتحصلوا على اون بوماد. كيما راكم تشوفوا هنايا القوام اللي تحصلنا عليه، ودوكا راح نبداو نزيدو هذاك البيض بوحده بوحده، نزيدو بيضه وحده نخلطو مليح، ونزيدو الثانيه والثالثه، وبيان سور بلا ما ننساو نزيدو هذيك لافاني اللي راح تعطينا لي بيتي فور ديالنا. وتقدروا ديروا دي زاس دو سيترون ولا لي زاس دو دورانج، يعني لاغوم يبقى اختياري، تنكو باي نكهه حبيتوها. اذا هنايا نخلطو مليح مليح هذاك البيض، ومن بعدها نبداو نزيدو في الفرينة بشوية بشوية. راح تاخذ لنا من 450 الى 500 غرام، هذا يبقى سولون لا كاليتي دو فارين ديالكم، سولون لا تاي دي زو اللي استخدمتوهم، اذا كانوا اذا كان البيض ديالكم كبير ولا لا لا، وبيان سور الفرينة ديالكم اذا كانت من النوع اللي تمتص ولا لا لا. اذا هنايا نزيدو الفرينة حتى تحصلوا على هذا القوام اللي راكم تشوفوا فيه، يعني العجينة ديالنا تبقى ما تتلصقش باش تحمرش، تجمع لنا كيما لا بات سابلي، باش هكذايا يكون كي نشكلوها بلا بوشادو يجينا التشكيل ديالنا ساهل كيما شفتوا معايا. اذا هنايا كيما راكم تشوفوا العجينه ديالي درتها في لابوش، وبديت نشكل لي بتي فور ديالي على شكل هكذايا دي باتوني. وبيان سور تقدروا تشكل اللي حبيتوه، دي روزات دي كوتياج، يعني شكلوا نتوما احرف في الشكل اللي حبيتوه، تقدروا تنوعوا حتى فيهم. انا حبيت ندير برك هكذايا دي باتوني، ودوكا راح نخلوهم يطيبوا في فرن سخون على 180 درجه لمده ديال 15 دقيقه. كيما راكم تشوفوا هنايا لي بتي فور ديالي راهم طابو، انا خرجوا لي الدوبل تاع هاد الكميه، هذه الكميه الاولى حبيت نحيها ليا ونقرنيها بين ما تطيب هذيك لا دوزيام. اذا هنايا كيما راكم تشوفوا بعد ما بردوا لي لي بتي فور، خديت شويه ديال لا كونفيتور وراح نلصقهم مع بعضهم، يعني حاولوا ديروهم قيس قيس باش كي تجيو تلصقوهم ما تجيكمش وحده كبيره او وحده صغيره، يعني يتلصقوا مع بعضهم. لصقوهم كامل بلا كونفيتور، ومن بعد نكملوا التزيين مع بعض. هنايا كيما راكم تشوفوا دوزت شويه ديال لو شوكولا، وعندي دي زاموند ديال حيتهم رقاق مليح، وراح نزين لي بيتي فور ديالي بالطريقه اللي راكم تشوفوا معايا. هاد الخطوه اختياريه، تقدروا تخليو لي بيتي فور ديالكم بهذا الشكل، ولا تقدروا ديروا النص ديروا له شوكولا او النص تخليوه، ولا تقدروا تعاودوا هذوك لي زاموند بلا نوات كوكو بلا بيستاش بالكاوكاو، يعني هذا التزيين يبقى دائما من اختياري.
كيما راكم تشوفوا الشكل النهائي ديال لي بتي فور ديالنا، التزيين ديالهم كان بسيط بصح الشكل ديالهم بزاف شباب وسورتو الذوق ديالهم رائع. ودوكا بلا ما ندور عليكم نروحو نشوفو الوصفة التانية اللي حضرتها لكم اللي قلت لكم هما الزيمات بالسبانخ. اذا بالنسبه لبوغس ايبينار راح نبداو بالعجينه. اذا هنايا بالنسبه للمقادير ديال العجينه عندي 300 غرام ديال الفرينه، عندي بيضه، عندي حوالي 150 مللتر ديال الماء يكون دافي، 70 غرام ديال الزبده، مغرفه قهوه خميره الخبز، مغرفه قهوه خميره لا ليفيا شيميك، ومغرفه قهوه ديال السكر، وبيان سور مغرفه صغيره ديال الملح اللي زيد ما تكتبهاش في المقادير. اذا هنايا في الكينجي ونحضروا بالنسبة لطريقة التحضير، عفوا عندي راح ندير الفرينة، نخلط لها مغرفة ديال الملح هادي أساسية، ونزيدو الزبدة، نزيدو البيض، الخميرة ديال الخبز، الخميرة ديال لاليفا شيميك، والمغرفة ديال السكر، يعني نخلطو كامل المقادير مع بعضهم، ونبداو نزيدو الماء بشوية بشوية حتى تتلم لنا العجينة. هنايا كيما راكم تشوفوا هذا هو القوام ديال العجينه اللي راح نتحصلوا عليه، يعني نزيدوا الماء نخلطوها مليح برك، ما راحش نعجنوها، يعني غير هكذا دقيقه ولا دقيقتين، ما تحتاجش بزاف ديال العجين. دوكا نخليوها ترتاح بجه بين ما نحضروا الحشو ديالنا. اذا بالنسبه للحشو راح نديروه بليزيبينا ولا فيونتاشي. هنايا خديت بصله صغيره مع الثوم اللي طحنتهم اما بعدها هم درتهم في مقلاة مع شوية ديال الزيت لا فيون داشي، وراح نزيد عليهم كمية ديال لي زيبينا. هنايا خديت درت 200 غرام ديال لي زيبينا، هذاك هاد لي ساشي ديال 200 غرام بدرتهم كامل، وعلى حساب هذيك العجينة اللي درت 300 غرام ديال الفرينة جاتني لا فارس سوسو. اذا هنايا نقليوهم مليح مليح مع بعضهم، ومن بعد نتبلوهم بيان سور بالملح والفلفل الكحل، ونزيد عليهم مغرفه صغيره ديال الليمون طارد اللي راح تمدلها الذوق رائع. ننصحكم جربوا هاد لاستوس هادي، تزيدوا الليمون طارد في فاس ديال الكوميديو بزاف روعه. ودوكا هكذايا تكون لافاس ديالنا راهي واجده، وندوزو نشكلو لي بوغس. اذا هنايا العجينه ديالي ما خليتهاش خمرت برك، ارتاحت بين ما حضرت الحشو وبرد لي شويه، وقطعتها قطع صغيره وكورتهم، يعني شكلتهم كريات، وراح نحلهم بشويه ديال الفرينه ولا مايزينا، بصح ما نكثروش لا مايزينا سينو العجينه ديالنا راح تنشف لنا. اذا راح نحلوهم كامل ونبداو نشكلو في لي بوغس. اذا بالنسبه لطريقه التشكيل ديال لي بوغس ديالنا راح تكون نفس الطريقه كيما نشكلو لي بوغس سكري ولا عزيمه العروسه اللي نديروهم باللوز، يعني نفس الخطوات ونفس الطريقه. هنايا برك بدلنا اللوز بلي زيبينا ولا فيون داشي، وراح نزيد لهم هنا كما راكم تشوفوا معايا عندي الجبن المبشو ولا لو فرماج غابي، هذا يبقى اختياري. ونبداو نشكلو لي بوغس ديالنا بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا معايا، راني نبلي في لي بوغ ولازم تنرفدوهم شويه باش يبقى لنا هذاك القاع ديالنا مسطح، و بتحافظ لابوغس ديالنا على الشكل ديالها. وبيان سو هاد الطريقة هادي إلا ما حبيتوش ديرو العجينة تقدروا ديرو نفس الطريقة بورقة ديال البوراك ولا بلي في دو بريك، ديرو نفس الطريقة يجي الشكل ديالهم تحفة. إذا نواصلوا نكملوا التشكيل ديال لي بوغس ديالنا كيما راكم تشوفوا. بعد ما نغلقوها راح نضغطوا عليها مليح في الوسط هكذايا باش
تحصلوا على الشكل ديال لابورس، وتانيك ما راحش تطحنها في الفرن وتحافظ على الشكل ديالها كما راكم تشوفوا الشكل اللي راح نتحصلوا عليه. وهنايا حبيت نعاود نشكل لكم حبه واحده اخرى باش تشوفوا الطريقه بوضوح، وكما قلت لكم هي نفس طريقه تشكيل الرزيم ديال العروسه لحلوين، يعني نفس الطريقه فقط العجينه والحشو اللي غيرناه. كيما راكم تشوفوا دوك الزيمات مزيانة نخليوهم يرتاحوا لمدة 10 دقائق، ومن بعد ندهنوهم بزفر البيض وندخلوهم يطيبوا على 200 درجة لمدة 15 دقيقة حتى يحمرونا وياخدوا لون شباب. هنايا حبيبتي نقدم لكم لي بوغس سالي او دي بينار في شكلهم النهائي كما راكم تشوفوا، يجيو بزاف شابين وتاني تغيير يعني حاجه جديده، وعجينتهم رائعه والدرق ديالهم رائع كما راكم تشوفوا العجينه ومن الداخل كيفاش يجيو فريمون بزاف بزاف رائعين. ننصحكم تجربوهم، اكيد اكيد راح يعجبوكم. اذا حبيباتي هكذا نكون الحقل لنهايه الفيديو ونهايه وصفاتنا، ان شاء الله يكون هذه الوصفات نالوا اعجابكم وان شاء الله تجربوهم وتستمتعوا بهم ان شاء الله وتغدو تنجحوا فيهم، وانا نقول لكم الى الملتقى في فيديو جديد على القناه ان شاء الله.